ان احنا كنا مدركين هنا في المحافظه لاهميه المايكرو او المشروعات الصغيره والمتوسطه في تنميه الاقتصاد الكلي سواء على صعيد المحافظه او على صعيد الدوله فالحمد لله المحافظه من اعلى المحافظات في مبادره مشروعك اللي بتقدم قروض ميسره وصغيره متناهيه الصغر لاهلنا في المحافظه لعمل مشروعات سواء تجاريه سواء تدر عليهم ربح اقتصادي إضافة طبعا إلى أن احنا عملنا عدد كبير من الشراكات مع جميع القطاعات اللي تقدر أن هي تحيي وتدرب أهلنا في محافظة بني سويف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة توطئة لأن هذه المشروعات تتحول إلى عائد ثابت للربح وآخر القطاعات عندنا هو قطاع الاتصالات وعندنا في ميزة نسبية لأن زي ما احنا وضحنا محافظة بني سويف هي محافظة قريبة من العاصمة الإدارية هي محافظه شابه بالاساس وكمان عندنا واحه السيليكون واحه السيليكون دي مكان موجود عندنا بيقدم الخدمات الالكترونيه بالتنسيق مع وزاره الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات موجود فيه عدد كبير من الشركات اللي بتقدم خدماتها الالكترونيه وبتقدم خدمات الاوتسورسنج ومش بس كده لأ كمان تحول إلى مركز تدريب كبير لوزارة الاتصالات على السوفت سكيلز وعلى مهارات الاتصال وعلى غيره من الخدمات اللي نقدر نقدمها كسوفت سكيلز لأهلنا هنا في محافظة بني سويف من أول الأطفال ولحد الاحتراف ولكن ده ما كانش هو لوحده اللي موجود لأن احنا خلال الفترة القادمة إن شاء الله بيتم التوسع فيها وزياده قدرتها، اضافه الى ان محافظه بني سويف عملت اتفاق مع شركه سيسكو العالميه على ان احنا نبتدي نحول بني سويف الى تجمع للمبرمجين، وبالفعل قدرنا ان احنا نخرج الدفعه الاولى من المدربين اللي هيقوموا على تدريب بقيه الشباب بتوع المحافظه، علشان نحول بني سويف مع الوقت الى محافظه ج... يعني جاذبه وقادره على انتاج المبرمجين وصناعه المعلومات. ده باختصار الست قطاعات اللي حطيناها علشان التنميه الاقتصاديه في المحافظه وهو ده اللي احنا شغالين عليه خلال السنوات الماضيه واللي الحمد لله ابتدت نتائجه تظهر معانا دلوقتي. فنتنقل بعد كده للقطاع الثالث وهو قطاع الحوكمه لان كل اللي تم ده لو ما كانش بيُدار بشكل صحيح فده معناه ان نتائجه هتكون قصيره الاجل. ومش هيكون فيها استدامه، فعشان كده اهتمينا بمنظومه الحوكمه والاصلاح الاداري جوه المحافظه وابتديناها من هنا، ابتديناها من دوان عام المحافظه، ابتديناها بان احنا اشركنا الشباب معانا، كنا محتاجين ان احنا نسمع الشباب وخاصه ان محافظه بني سويف بيتبدى فيها وبشكل لا لبس فيه. تطبيق مشروع الدوله في تمكين الشباب، احنا بنتكلم على محافظ شاب، بنتكلم على نايب محافظ شاب، كل هذه المشروعات اللي تمت هي تمت بالاساس بفكر شبابي ممزوج بخبرة فعلشان نقدر نستمر ونقدر نكمل كان مهم ان احنا نشرك الشباب في كافة التحديات اللي موجودة معانا وندور معاهم على حلول حلول قائمة على العلم حلول قائمة على حماس الشباب ورغبته في ان هو يعمل حاجة لمحافظته فعملنا مجلس استشاري من الشباب اطلقناه في 2020 وعملنا نسخة تانية منه كتحديث كل الشباب اللي موجودين فيه هما دلوقتي العقول الشابه اللي موجوده معانا اللي بتفكر معانا في حل مشكلات المحافظه وبتقدم لها حلول مش بس بتكتفي بالشكوى ولا بتكتفي بان هي بتفكر من غير منتج اضافه الى ان احنا عملنا مبادره اسمها تاهيل وتمكين كان الهدف منها ان احنا نجيب شباب متطوعين يعملوا مع رؤساء المدن مع السبع رؤساء مدن علشان يكونوا مساعدين لرؤساء المدن متطوعين يقدروا مع الوقت ان هم يكونوا مخزن لينا للقيادات الشابه اللي نقدر نستعين بيها بعد كده في الاداره المحليه وبالفعل في منهم دلوقتي اللي بقى نائب رئيس مدينه او اللي بقت نائب رئيس مدينه بعد ما كانت متطوعه شابه بتساعد رئيس المدينه بقت حاليا بتشيل المسؤوليه بشكل رسمي واصبحت نائب لرئيس المدينه غير كده كان مهم ان احنا في اطار الحوكمه ان احنا اه نتيح فرصه العمل والنجاح لكل من له القدره على ده بدون نظر الى كونه اه رجل او سيده فعلشان كده تمكين المراه من اهم العوامل اللي ركزنا عليها في المحافظه وشغالين عليها بشكل كويس وعدد كبير من القيادات الموجوده في المحافظه دلوقتي او حتى اه رؤساء اه القرى اصبحوا من السيدات اضافه طبعا الى اه المدن كانوا رؤساء للمدن فنرجع بقى تاني نقول علشان اقدر اظبط المنظومه دي كان مهم ان احنا نكون متواجدين في ال 225 قريه في ال 40 مجلس قروي في السبع مراكز في ال 960 تابع في نفس اللحظه لكن ده علميا وعمليا يعني غير قابل للتطبيق. فعملنا حاجه اسمها منظومه المتابعه 360 كان الهدف منها ان احنا بنشغل راصد ميداني موجود في كل قريه في المحافظه شغلته ان هو بيرصد المشاكل اللي موجوده على ارض المحافظه بيرصد المشاكل اللي موجوده في قريته وبيتابع وبيبلغ بيها في لحظه حدوثها. وعلشان خاطر نقدر نضمن استدامه هذه المنظومه كان مهم ان المنظومه دي يكون القائم على متابعتها هي قيادات المحافظه آه وصولا الى السيد المحافظ شخصيا. علشان نضمن ان هذه المشاكل بيتم متابعتها وحلها في اسرع وقت وده اللي عمل حاله رضا عند الناس ان هم ادركوا ان هم مش بعيد عن اعين آه اداره المحافظه.